اختتمت البطولة العربية للحساب الذهني وتنمية المهارات منافساتها التي أقيمت بمدينة الغردقة، وقد حصل منتخب مصر في البطولة على 21 كأسة ومنتخب الجزائر على 5 كؤوس في مختلف المسابقات التي شارك فيها 100 طالب وطالبة من عباقرة الحساب الذهني من مصر والجزائر. في ختام البطولة العربية للحساب الذهني وتنمية المهارات بمدينة الغردقة، حصل منتخب مصر على 21 كأس، أما المنتخب الجزائري فقد حصل على 5 كؤوس من مختلف المستويات من سن 5 سنوات إلى 15 سنة. احنا طبعا الاحتفال بتاع النهارده دي حاجه احنا نتشرف بيها تحت اشراف معالي المحافظ اللي هو عمرو حنفي، طبعا حاجه مشرفه ان ابنائنا اللي في سن حتى 15 سنه بيتعمل لهم مسابقات في الحساب الذهني. كل ده بينمي عندهم القدرات بتاعتهم، بيزودهم في التحصيل الدراسي، بيديهم اضافات كويسه لحياتهم، وبالتالي بنلاقي عندنا اطفال وشباب كويسين يقدروا ان شاء الله باذن الله يستطيعوا انهم يواجهوا الحياه بالعلم وبالخبرات بتاعتهم. احنا بنهتم بمؤسسه المجتمع المدني ان هي شريك اساسي في عمليه التنميه، والحمد لله النهارده بنعمل حاجه جميله اتجاه الدوله للتحول الرقمي، واحنا النهارده في مسابقه عمليه الحسابات المتقدمه، وان شاء الله ده احنا اول بذره في محافظه البحر الاحمر، وان شاء الله مستمرين في العطاء والنجاح من خلال مدير التضامن الاجتماعي، من خلال راعي التنميه داخل محافظه البحر الاحمر معالي اللواء المحافظ، مستمرين في هذا النجاح من خلال مدير التضامن الاجتماعي، من خلال الدعم معالي الوزيره ودعم القياده السياسيه. احنا مستمرين الحمد لله، ونقول دايما احنا مدير التضامن الاجتماعي فاتحه ذراعيها لكل المؤسسات وكل الجمعيات الهادفه التي تمتلك ملف ناجح وهادف يخدم المجتمع داخل محافظة البحر الأحمر. شارك في البطولة 100 طالب وطالبة من محافظة البحر الأحمر ودولة الجزائر الشقيقة. الحمد لله كان استقبال رائع من إخواتنا المصريين. البطولة كانت حقيقة جد رائعة، كانت تجربة لنا، أخذنا معلومات كثيرة منها. الحمد لله البطولة كانت نتائجها تقريبا متكافئة من حيث المنتخب الجزائري أو المنتخب المصري، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله. الهدف الحقيقي والهدف الرئيسي من هذه البطولة هو التقارب وبناء علاقات قوية ما بين براعم مصر وبراعم الجزائر لينشأوا قادة في المستقبل على حب البلدان العربية. الهدف الثاني هو تشجيع الطلاب ويعني على المشاركة في مثل هذه المسابقات، مسابقة الحساب الذهني أو غيرها من الرياضات العقلية، ويعني الأولاد الجزائريين والأولاد المصريين خلقوا جو رائع جدا وانبسطوا يعني في خلال هذه المسابقة وخلال هذه الإقامة. النتائج كانت جد متقاربة، يعني بصفتي أنا حكم رئيسي ما بين الجزائريين والمصريين، كان حفل جميل وكانت بطولة رائعة. مصر وبالتحديد فيها الغردقة على مدار يوم كامل عندنا 100 متسابق من الجزائر ومصر ومن البحر الأحمر، يوم كامل في تنافس شديد بين أطفالنا وطلابنا، وحاجة ما شاء الله يعني نفخر بها. أهلا بك، مرحبا، تشرفت بكم بأهل مصر وكان استقبال رائع من مدربة خديج بايا من ولاية الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أنا ملك لشب من الجزائر تحديدا في ولاية غردايا. نشكر مصر على أهل مصر على القيام بنا بأحسن. أنا اسمي بوعامر آية أسيلة، شكرا على استقبالكم والحمد لله، والمهم أنني شاركت وكسبت صداقة أكثر. تهدف البطولة إلى الاهتمام بأطفالنا وطلابنا لتنمية المهارات العقلية والإبداعية.